من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أهلا بك معنا أحمد، لك أن تطلعنا كيف تصير التطورات حيث أنت، تفضل. نعم تهاني، يعني محاور التوغل الإسرائيلي ما زالت مشتعلة. نحن نتحدث عن المناطق الجنوبية، خان يونس هذه المدينة التي تتعرض إلى عمليات قصف من الطائرات والمدفعية الإسرائيلية بشكل متواصل، خاصة في الأحياء الغربية في حي الأمل، هذا الحي الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي بشكل كبير، يحاصر مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عمليات قصف ونسف للمنازل في هذا الحي، وسط أيضا اشتباكات بين وقت وآخر بين عناصر حماس والفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في هذا الحي. المناطق الشرقية أيضا في خزاعة وعبسان والزنة هذه تعرضت قبل ساعات إلى عمليات قصف بالأحزمة النارية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتدور أيضا بين وقت وآخر اشتباكات في هذه المناطق. المناطق الوسطى شمال مخيم النصيرات لا زالت عمليات القصف في مدينة المغراقة ومدينة الزهرة بشكل مكثف، أيضا مدينة الأسرة هناك أكثر من 24 برج تهاني تم تدميرها بشكل كامل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدار اليومين الماضيين، وبالتالي المحافظة الوسطى تتلقى العديد من الضربات خاصة في المناطق الشمالية منها. مدينة غزة لا زالت العملية العسكرية لليوم 13 على التوالي مستمرة، خاصة في مجمع الشفاء وفي محيط هذا المجمع. قبل قليل تم تدمير منزل، ووزارة الصحة تقول بأن هناك 10 ضحايا وعشرات الإصابات تحت أنقاض هذا المنزل في محيط مجمع الشفاء الطبي. عمليات الاستهداف وحرق المنازل لا زالت مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية المتوغلة في هذه المناطق. داخل المجمع لا زال الحصار مفروض على أكثر من 150 شخص، هناك كوادر طبية ومصابين وجرحى ونازحين، هناك أعمال تجريف أيضا داخل مجمع الشفاء الطبي. الجيش الإسرائيلي عمليا يتمركز في هذا المجمع، يقول بأنه يريد اعتقال كل عناصر حماس المتواجدين داخل المجمع، خاصة وأنه الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش قال بأنه تم اغتيال رائد ثابت داخل مجمع الشفاء الطبي، وهو المسؤول عن القوة البشرية والإمداد في كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، وبالتالي العملية العسكرية سوف تستمر لأسابيع حسب التقديرات الإسرائيلية داخل المجمع، لأن هناك اعتقاد إسرائيلي بأن هناك المئات من عناصر حماس يتخذون من مجمع الشفاء الطبي مقرا لإدارة العملية العسكرية على الأرض، لأن لذلك هناك كثافة في النيران خاصة في عمليات تفجير المنازل واستهدافها على رؤوس ساكنيها في المناطق المحيطة في مجمع الشفاء الطبي. العمليات العسكرية لا زالت متواصلة تهاني، خاصة في جنوب القطاع خان يونس وأيضا مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، خاصة في شرق مخيمي البريج والمغازي هناك عمليات قصف من المدفعية الإسرائيلية بشكل متواصل شرق هذه المخيمات. هنا في مدينة رفح تم استهداف المناطق الشرقية من قبل الدبابات الإسرائيلية في ساعات الصباح، وأيضا كانت مشاركة من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي استهدفت أيضا المناطق الغربية بشكل مكثف. هذا على صعيد التطورات الميدانية، ربما التطورات الإنسانية على حالها بل تزداد تفاقما، والأزمة الإنسانية معقدة للغاية سواء كانت في المناطق الجنوبية أو حتى في المناطق الشمالية، أقصد مدينة غزة وشمالها. لا زالت أمراض الجفاف وسوء التغذية منتشرة في هذه المدينة، كل يوم يتم الإعلان عن وفاة أطفال خاصة في شمالي القطاع في مستشفى كمال عدوان نتيجة أمراض الجفاف. هناك أكثر من 30 شخص توفوا نتيجة أمراض الجفاف وسوء التغذية نتيجة عدم دخول المساعدات ونقص المواد الغذائية في مدينة غزة وشمالها. شكرا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حرب، شكرا جزيلا.